السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم ألعاب خفة. طبعاً ألعاب الخفة هي إحدى الفنون التي ممكن أن يتعلمها الشخص، أيضاً ممكن تعليمها لأشخاص آخرين كنوع من الترفيه لما لها من تأثير على نفس الناس. ولنتعرف على خدعة جديدة تابعوا حلقتنا لهذا اليوم. معلش بنخ شوي من وقتك لما تحضر موت تابعنا خدعة بصرية سوي معك خدعة. قد سمعت بألعاب الخفة وقد حد سواها لك من أول؟ والله بنشاهدها في التلفزيون. تشوفها في التلفزيون إن شاء الله اليوم بتشوفها لايف. طيب معي الأوراق، الأوراق كلها عبارة عن أوراق مختلفة. تمام. طيب شوف ماشي نص الأوراق، نخلي النص الثاني هنا. الآن بقولك تقول لي وقف في أي مكان، أنا بمشي لك الأوراق كذا، يعني بيطلع لك أي ورقة مثلاً سويت لك كذا بيطلع لك ورقة ثانية، سويت لك مثلاً كذا بيطلع لك ورقة، أنت بتقول لي وقف في أي مكان. تمام. طيب قول لي وقف هنا، هذه ورقة حقك شيلها شيلها عادي، شوف هنا عادي، روها الكاميرا خلاص. البنت صح ولا لا؟ البنت واضح. طيب البنت دي نشيلها ونقطعها. تمام. قطعناها الأربعة وصل. تمام. البنت ايش مقطعة؟ هل ممكن بتسوي أي طريقة أو أي حاجة بترجعها سليمة؟ حاول. ماشي معك أي شيء مسحة ولا شيء؟ أبدا. طيب نبحاول، بنحاول ما بنخسر شيء، بنرجعها نحاول نركبها. تمام. طيب هذه كانت هنا، هذه هنا، حاولنا نرجعها. طيب سوي بيدي ما رجعت صح ولا لا؟ طيب نشوف الكرتون، هل بنقدر برجعها بالكرتون ولا لا؟ دقيقة ركز معي، واحد اثنين على طول بيرجعها الكرتون عندي تقريبا صح ولا لا؟ ماشي. طبعا في الكرتون هذا كرت مختلف، طبعا مختلف. في ثاني سحر. لا مو سحر. مشاهدينا الكرام، الحين معانا احد الاطفال، بنسوي له خدعه وبنشوف كيف ردت فعله. خليكم معي. طيب شوف الحين انا بسوي بالاوراق كده، بتقول لي انت وقف باي مكان بوقف. واضح. اي مكان تقول لي وقف فيه، مثلا قلت لي وقف هنا بوقف، بوريك ورقتك. تمام. طيب يلا قل لي وقف في اي مكان هنا. خلاص لا تقول لي بالورقه، شوفها احفظها زين كاميرا. واضح. طيب. الحين انا بحاول نطلعها، تحدانا. طيب هذه ورقتك؟ مش هذه ورقتك، متأكد؟ طيب ممكن لو سمحت اجيب لي كاسه او اجيب لي منديل؟ اي منديل. ايوه مش ده ورقتك. طيب بحاول انا اختار ورقتك.
دي ورقتك؟ مش ده. طيب ركز شوف. بنحط الورقة هنا. مش هي ورقتك. متأكد؟ طيب قل لي كم ورقتك؟ ها؟ طيب شوف المنديل شي في ايدك؟ مكانك انك تتأكد. تمام. ماشي. طيب شوف. لاحظ. بسوي واحد. تمام. بسوي اثنين. واضح؟ بسوي ثلاثة. هذه ورقتك؟ كيف طلعت؟ ماشي ماشي. هذا هي نفسها. شكرا. طيبين عفوا قاطعناكم بس معنا قناة حضرموت برنامج خدعة بصرية نسوي معكم خدعة خفيفة تسمحون نجلس؟ طيب قبل بداية كل شيء قبل ما اشرح لكم اي شيء كل واحد يمسك له ورقة طيب الخدعة تعتمد هي عن قراءة افكار حد قد سوى لكم من اول قراءة افكار اول مرة طيب طبعاً قراءة الأفكار غالباً تكون بأنه حد يحفظك شي رقم وكل علق وأنه حد غالباً بالأرقام يعني تمام صح ولا لا اليوم بنسويها إن شاء الله بالأرقام وغير الأرقام تمام طيب بنخلي الكروت هنا بنبدأ بك أنت تمام حط الكرت حقك أبغاك أنا دحين تختار لي في بالك لا عم نسوي شيء مختلف مش أرقام تعرف أنت فنانين صح ولا لا من برا جانب أي فنان أي شيء يعني أي فنان تمام أي فنان فكر فوق بس أنا بحاول نخمن الفنان من أي سناب ممكن يكون خلاص طيب فكر فيه بس طيب نكتب شغلة ممكن يطلع اسم الفنان هو ده صح ممكن نطلع غلط محمد يعني بنشوفه الى بعدين ونخليه تحت الكروت نجي صاحبنا الثاني ها حد حد طيب قبل بس مغني لا سوبر بجيلك جاي دورك انت طيب قبل ما نبدا بالرساله المصداقيه قول ايش اللي اخترته لان ما الورقه ايوه ما الورقه عادي قول الورقه موجوده رابع اختار فنان طيب الان انت تبغى لعيبه مو لعيبه انا اسالك بس فنانين مغنيين يعني ولا لا 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 انا الحين بقول لك اختار اصناف ثانيه لان نبعد عن الفنانين ايوه لعيبه كره وقت اختار لي اي لاعب كره اي لاعب كره اي لاعب ايوه خلاص اخترت طيب ركز فيه بس خلاص طيب برضو انا كتبت حاجة وما حد عارف ايش هي ممكن يكون اللاعب صح ممكن يكون رونالدو ميسي اللي يطلع نجي للرابع الرابع مستخدم معك الكروت نقول لهم من اخترت عشان صالح العمري طيب الرابع مخليك تختار كرت من بين الكروت والكرت ذي لا ترويني ابدا شله وحطه وسط الكروت تو على طول تمام طيب خلينا نخلط الكروت بس قول لي وقف في اي مكان قول لي وقف قول لي بلسانك هنا هذا هو الكرت
روّوا الكاميرا ولا ترويني اياها ابدا. خلاص امسك الكروت حطه داخل الكروت، حطه داخل الكروت لا ترويني اياها ابدا. خلاص شيل الكروت معك خلها. وين الحق؟ فكر فكر بالكرت. فكر بالكرت نفسه بعيد. هذا شكل الكرت نفسه. شكل واللون. عادي نصرح بالكرت. عادي نصرح بالكرت. صرح بالكرت جديد. سبعة صح؟ طيب. الحين معنا الثلاثة الورق. لابد ان يكون ايش مكتوب فيها؟ رابع صالح العمري. هاتوا كامل. سبعة ايش من شكل؟ قلب. ايش من لون؟ احمر. قلب ما شاء الله احمر. طيب شيل الورقة على واحدة واحدة وافتح وقرانا ايش مكتوب. صالح. روّ الكاميرا. صالح العمري. والله رابع. طيب رابع. سبعة قلب. سبعة قلب. لا ساحر. يلا شكرا شرفتونا. السلام عليكم، كيفكم يا حبيبين؟ طيبين؟ طيب ممكن نسوي لكم خدعة. طيب تعرفون شو انتم عن الخدعة البصرية والعاب الخفة وكذا؟ يعني تشوف يعني حد سوى لك من قبل؟ بس تشوف التلفاز كذا. طيب الكوب ممكن نستخدمه؟ حلو. كوب طبيعي ممكن انك تفحصه؟ طيب حد عنده عملة؟ عملة نقدية؟ لا. طيب عملة حديدة؟ كم معك؟ هات طلع. يلا ايش؟ ايوه. طيب ممكن دم مرورها من هنا؟ صعب صح؟ متأكدين؟ طيب انا بحاول نمررها. شوف واضحه صح؟ شوف تأكد منها ودس لي. تأكد منها. كيف عبرك؟ يلا شكرا خليك. معكم بنات حضر موت برنامج خدعة بصرية، بسوي لكم معكم خدعة أو قراءة أفكار شاركنا الإعجاب. واصل وقتكم تركزوا معي شوية. طيب أول مرة عندي الكتاب ده، ماذا لو كتاب عادي صح ولا لا؟ أموركم طيبة في الكتاب؟ طيب بغيت تقول لي وقف في أي مكان. أي مكان قول لي وقف. أي مكان قول لي وقف. هنا. طيب قلت لي وقف هنا صح. هذا رقم الصفحة. تفضل حط رقم الصفحة. هذا رقم الصفحة. خلاص حطه في الكتاب. مسك الكتاب معنا. رقم الصفحة أنت حافظه. شفتونا؟ ما شفته أبدا. طيب أباك الآن تفكر في رقم الصفحة، تخليه كذا في بالك، يعني مرسوم كذا في ورقة أو شيء. صح إنه بداية الرقم 2 صح ولا لا؟ فكر فيه برضه. 2 1 4 214 صح ولا لا؟ 214 صح. نفس الصفحة 200 و... كيف عرفت؟ من كم داري؟ طيب دقيقة الكتاب
برضو في قول لي وقف انت برضو مره ثانيه قول لي وقف هنا. طيب في عندي اول سطر تعرف تقرا انت اول سطر اخر كلمه اخر كلمه احفظها عشان ما تقول بالارقام بس حفظت اخر كلمه خلاص هذا اول سطر اخر كلمه اخر كلمه بس ده اول سطر ولا اخر كلمه اول سطر اللي فوق اخر كلمه خلاص حفظتها. طيب الحين صعبة ما بقدر نجيبها رقم ممكن اتحدانا رقم ممكن ان نخمنه صح ولا لا. طيب واضح الكلمة ثانية صح ولا لا او الثانية صح ولا لا كعرفي علمك يلا شكرا. ممكن طبعا تعرف شيء عن العاب الخفه والخدعه البصريه؟ في حد من قبل جربها سواها لك كده مباشر؟ طيب شوف ايش معي ده اوراق صح ركز بامكانك انك تشتريها. كيف تقلبه؟ كيف خلاص لي واحده ولا واحده يلا السلام عليكم. السلام عليكم كيف الحال؟ طيبين؟ معك بنات حضرموت برنامج خدعة بصرية ما قدم لكم خدعة بسيطة. طيب معي كتاب ماذا لو؟ طبعا كتاب فوقه شغلات وحشو واجد تمام سيكون خد عبو. طيب الان بغيت واحد منكم قول لي وقف في اي مكان اي مكان قول لي وقف هنا. طيب هذا رقم صفحه صح ولا لا احفظ لا تقول لي بو احفظه بس خلوه في بالك حطه شوف صاحبك برضه هذا رقم صفحه هذا هو الكاميرا تمام خلاص. طيب بنقفل شوف بسوي معك قراءة أفكار بخمن الرقم اللي في كورة تمام اللي اخترته حق قبل شوي هل قد حد سوى لك قراءة أفكار ولا شيء؟ نعم بشوف لك الآن. طيب بغيك تفكر في الرقم كذا تحاول إنك ترسمه قدامك أول واحد صح ولا لا؟ 7 6 176 صح ولا لا؟ نفس الرقم. طيب ممكن بعد يقول متشابهة صفحات أو شيء طبعا مختلفة تمام. طيب دائما شو اسمه ده لاعبين الخف أو أي شيء غالبا قراءة الأفكار تكون بالأرقام بنجرب شيء ثاني قول لي وقف في أي مكان هنا. طيب شوف أول سطر آخر كلمة شوف تعرف تقرأ أول سطر شفت أول سطر آخر كلمة احفظها احفظ آخر كلمة أول سطر آخر كلمة احفظها هذه الكلمة تمام احفظها لا بنقفل ما شفت الكلمة هنا بتكون صعبة شوفها هنا الرقم ممكن تخمن لكن كلمة صعبة خلاص. طيب بغيك تفكر في الكلمة حاول ترسمها في بالك كلمة أعتقد هدخل بأمريكا أو شيء 1 2 3 الولايات صح ولا لا؟ نفس الكلمة صح؟ لا 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 قرأت أفكار بس ممكن تدخل معها خدع برضو بالضبط يلا شكرا يلا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في فقرتكم المفضلة فقرة
كشف الخدع البصرية. اليوم معانا خدعة جميلة جدا، وزي ما شفتوا كيف تحولت الورقة للكاس. الخدعة بسيطة جدا، بس ركزوا لحين راح أسويها وركزوا علشان نكشفها. مثلا معي هذه الورقة اللي هي ورقة البنت، راح نحطها في الكاسة. واضحة انها موجودة في الكاسة، بمجرد ان نمر عليها هذا تغيرت الورقة. طيب كيف سويت هذا الخدعة؟ الخدعة بسيطة جدا. لما سويت العشرة سويت دبل. كيف بالدبل؟ خليت ورقتين مع بعض، خليتهم بالشكل ده، واظهرت للمشاهد انه الامامي العشرة، لكن في الخلف معي هذا الورق. علشان نحطها في الكاسة بالطريقة هذه، الحين صارت عندي من الامام العشرة وصار من الخلف البنت. طيب كيف عملت؟ مسكت الكاسة بهذه الطريقة، ولما مررت المنديل كل ما سويته إنه سويت دوران للكاس وقت المنديل. شوف مرة ثانية، سويها أوضح، تغيرت الورقة. تشيل الورقة وتشيل مجموعة الأوراق علشان نتخلص من العشرة، نحطها ونعطي المشاهد الورقة نفسها. إن شاء الله أنكم فهمت الشرح. كل هالخدع البصرية هي عبارة عن بيلوجن، عن أشياء بسيطة بسيطة جدا جدا. إن شاء الله بإذن الله تعلمتوا من هذا الشرح. السلام عليكم.